كابتن علاء، مبروك النادي الأهلي، الثلاث نقاط مستحقة، ولكن الأداء ليس عند حسن الظن. هو طبعا 3 نقاط مستحقين ومطلوبين، لكن دايما احنا بنطمع، ما بقول لك النادي الأهلي دايما بيطمع في فوز وأداء مقنع. الأداء لسه لحد الآن مش هو ده النادي الأهلي. الشوط الثاني اللي زودك أو اللي خلاك شكلك نوعا ما أحسن او ضغطك الهجوم احسن، اسماعيلي بدنيا وقع كمان الشوط الثاني. الشوط الاول عمل مجهود خرافي، صح، لكن مش هيقدر يعمل المجهود ده على مدار المباراه. فهي دي فرق، دايما بقول احنا بدنيا الشوط الثاني النادي اللي لعبت النادي الاهلي احسن، التغييرات بتفرق شويه، لكن هو الاسماعيلي بذل مجهود جامد جدا الشوط الاول، ان هو بيدافع على طول، دايما بيدافع على طول يا ايمن، بتبذل مجهود جامد جدا مش عايز تدي فرص للنادي الاهلي، وعلى فكره ونجح تماما في الشوط الاول، ما فيش ولا فرصه حصلت للاسماعيلي، ضاغط دايما على طول، لعبك كله ما كانش مكتمل، كلها كور طويله. الشوط الثاني بدنيا هم نزلوا شويه، بيحصل بقى الحاجه اللي بدأنا بنتكلم عليها بين الشوطين، ان لازم اكسب النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي. طب شخصيه النادي الاهلي دي كنت بطالب بيها انا من بدايه الاستوديو، شخصيه البطل، شخصيه النادي الاهلي، تفرض اسلوبك، ضغطك الهجومي، الكلام ده كله لازم اعمله من اول مباراه، مش كل مباراه هبدا في الشوط الثاني، مش كل مباراه هفضل لحد الدقيقه 72 عشان اجيب هدف، وهدف من ضربه جزاء. محمد مجدي على فكره حارس الاسماعيلي هو متسبب في هدفين، ضربه الجزاء والهدف اللي جابه صلاح. طبعا صلاح عمل مجهود ممتاز وقاطع الكره كويس قوي، توقيته كان كويس جدا قبل ما مروان الصحراوي وفتح سبرنت كويس جدا، لكن قول وعنده نقطة مهمة جدا. يعني مش عايز اقارنه بلعيب تاني. ده طبعا. كويس؟ ولكن هو لما بياخد الكورة ويبقى فيه مساحة بياخد القرار الصح وبيشوط بيروح على الجول. بص يا ايمن، صلاح محسن من اسرع اللعيبة اللي بتجري بالكورة، مهاراته عالية جدا، بيعرف يجيب الكورة كويس، وبعدين في ميزة مش في حد كتير في لعيبة النادي الأهلي، مع احترامي الكامل ليهم، عنده ثقة في نفسه جامدة جدا، ما بيهابش الموقف، صح، ما بيقلقش، ما بيخافش حتى لو غلط لا ما بيهابش الموقف، ما بيغلطش، لكن هو عنده قناعة بإمكانياته بقدراته، لعيب كويس جدا على فكرة، ولازم النهارده والشوية اللي لعبه النهارده والهدف لازم تديله دفعة جامدة جدا طبعا. يعني ما ينفعش، أنا أول مرة أتكلم عليه، ما ينفعش واحد بالإمكانيات دي يبقى احتياطي أو بره الفرقة، ما ينفعش، أنت كده يعني انت بتيجي يعني بتضمن حق نفسك، انت لعيب كويس جدا صغير، عندك مهارات وعندك امكانيات لعيب ممتاز، صح، لكن انت بتسيب نفسك، وزي ما اتفقنا في الاستوديو انت بتسيب نفسك، ما حدش هيفتكرك، مفيش حد هيفتكرك، انت تقول انا موجود، خصوصا في الانديه الكبيره، النادي الاهلي عايز اللعيب يقول انا موجود. بس هو بعد الهدف ده كابتن ما قالش انا موجود. بص يعني ما هو عشان تقول انا موجود مش بربع ساعه ونص ساعه وهدف، انا موجود دي اللي هو تحسس المدير الفني ان انا مستني فرصه، انا عايز العب، اديني فرصه، خد الفرصه، استغل الفرصه كويس قوي، ما تروحش تاني يا ايمن، زي احنا بنقول دايما الفرص دي نادره، احنا كنا بنتكلم على موضوع كده بالصدفه النهارده، انك تجي لك فرصه تلعب في النادي الاهلي، الفرصه دي لما تيجي ما تضيعش فرصه تاني منك، لانك هتجي لك تاني امتى؟ الله اعلم، لكن هي جات لك النهارده، ولعبت الفتره اللي لعبتها واحرزت هدف حلو قوي، مجهود ممتاز ومهاره حلوه قوي، ارجو من صلاح محسن انه النهارده يعتبرها بدايه. على فكرة مش عيب نبدأ بداية النهاردة، فرصة كويسة، أعتقد مستر موسيماني هو دايما عينه عليه، حتى لو ما بدأش مباراة قادمة أو حتى لو ما بدأش الماتشات الجاية، لكن هو موجود دايما، لعيب الكرة كويس دايما، خصوصا في الأندية الكبيرة دي، هو مستني فرصة، حتى 5 دقايق 10 دقايق في ربع ساعة في نص ساعة، أكيد المدير الفني هيقول لأ، ده الأحق، مفيش مدير فني يا أيمن هيبقى عنده لعيب كويس ومش هيلاعبه، زي ما بقول لك مدير فني دايما بيدور على مصلحته، مصلحتي مع مين؟ أنا عايز ألعب ده حتى لو ما بحبكش، لكن انت اللي هتفيدني، انت اللي هتنافس طريقتي، انت اللي هتخليني هكسب ب3 نقاط، يعني النهارده الهدف الثاني ده خلى الشكل العام الى حد كبير حلو، 2-0 احسن من 1-0 بضربه جزاء، صحيح. الشوط الثاني نوعا ما كويس، الكره قليله طبعا، مزبوط. لكن هو كمان التغيير حصل بين الشوطين، ماشي اوكي، انت عامل ضغط هجومي كويس، لكن محمد مجدي برده كان ناحيه اليمين، لو انت خدت بالك محمد مجدي كان برده ناحيه اليمين، ودي من بعدته عن مكان خطورته خالص، محمد مجدي للمره من اليوم مش لعيب خط، مش لعيب اطراف ابدا، محمد مجدي في نص الملعب، لكن هي وجهه نظر مستر موسيماني، مشيت في الشوط الثاني وكسبت 2-0، لعبت واحد برده، لعبت على كور طويله، استغليت الكوره دي كان بيشرحها كابتن شريف دلوقتي، لكن لازم الاداء يبقى اقوى من كده، افضل من كده، مقنع اكتر كمان يا امل، لكن طبعا 3 نقاط مهمين جدا في سباق الدوري العام الطويل جدا، صحيح.